وزينبا ثم غزا إلى أحد. غزا إلى أحد، هذه المعركة، هذه الغزوة أحد لا يمكن أن تكون هزيمة. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فوائد مترتبة على ما حصل في أحد. حتى القادة، قادة العسكريين، عندما يأتوا تكلموا عن أحد يقول هذه ليست بهزيمة، لأنه لو كانت هزيمة ماذا كان صنع الكفار؟ قضوا على كل شيء، مجرد رأوا شيء من النصر فروا وقالوا انتصرنا. 70 رجل تقريبا القتلى، مفهوم، الشهداء من المسلمين. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة ماذا؟ خطر المعصية، وأنه لابد من الطاعة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هؤلاء شهداء أحد، صحيح؟ أي نعم، أمور حدثت مترتبة على ما حدث في أحد، على ما حدث. لا يمكن نقول أنها هزيمة، ليست بهزيمة بل نصر، مفهوم؟ أي نعم.